أخبار اليوم. لأنه مفيش حد مميز عن التاني، كلنا زي بعض وكلنا حبينا السكريبت بتاع الفيلم وعجبتنا جدا الأدوار. كل واحد كان ليه حرية اختيار الأدوار. الحقيقة إن أنا كان عندي حرية اختيار أدوار في الأول، بس أستاذ سامح وأستاذ أحمد عبد الله قالوا لي إحنا عايزينك تعملي الدور ده. وفي أكتر من حد كان قرا الفيلم برضه قال لا زينة لازم تعمل الدور ده. فأنا لما قريت فعلا اقتنعت إن الدور حلو قوي وإنه بنعمل حاجة مختلفة وبطولة جماعية مع كل النجوم اللي موجودين، نجوم الكبار والنجوم الصغيرين ومخرج متميز زي أستاذ سامح وكتابة متميزة جدا زي أستاذ أحمد عبد الله، ما أقدرش أقول لها لا. زائد حاجة كمان عشان أبقى بس صريحة وواضحة جدا، إنه السينما حالها بعافية زي ما إحنا عارفين، فكان لازم إن إحنا نتواجد في فيلم مهم زي ده حتى لو الأدوار صغيرة، عشان نحاول إن إحنا ننعش صناعة إحنا بنحبها ونساعد إن يبقى في فيلم كبير زي ده بنجوم كبار قوي. يعني مدام سميحة أيوب من الأطفال العملي أكيد أهم مني بكتير وهم وافقوا على الفيلم، فأنا مش هوافق إزاي يعني.